السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة الفراشة التعليمية. معاكم ياسمون عبد الله، معلمة رياض الأطفال. تعالوا نعمل ريفيو سريعا كده على كتب المعاصر الخاصة بالمستوى الأول رياض أطفال كي جي ون. دي مجموعة من كتب المعاصر ماس كونكت وديسكفر وكونكت بلس. الكتب دي هدية من مؤسسة المعاصر، شكرا مؤسسة المعاصر. عندي أول حاجة هنا ماس، طبعا انتوا شايفين الكتب قد ايه مبهجة وشكلها جميل جدا. تعالوا نشوف أول حاجة معانا الماس هنا الكي جي وان، نفتحه كده مع بعض ونشوفه. عندي هنا ملحق بالكتاب اللي هو الخاص بالماس، ملحق هنا شهادة تقدير للطفل بعد ما يخلص الكتاب ويتكتب هنا اسمه. فقد ايه شكلها جميل ومبهج. هنا عندنا كتاب الماس اهو، ده شكله من جوه، دي الكاليندر اهي 2023. وعندي اهو ريفيو والليسونز اللي احنا بناخدها في كل شابتر. وهنا اول حاجة هنا طريقة مسك القلم بطريقة صحيحة، وهنا اول حاجة شابتر 1 وايه اللي هناخده في الفوكابلري اللي هي الكلمات الخاصة في شابتر 1. وعندنا هنا بيعمل ريفيو اهو على النمبرز from 0 to 10. فبصراحة يعني شكلها مبهج وجميل، وبتعلم الطفل هنا باكسرسايزز كتير عليها، على كل حاجة الطفل بياخدها، فجميلة جدا. اهي تعالوا نشوف اكتر فيها. اهي ده كل اللي احنا هناخده في الترم التاني، والترم الاول برضو كان بنفس النظام ونفس الاشكال دي، ومبهجة وجميلة متقسمة كده لإكسرسايزز كتير على حسب كل شابتر، فجميلة جدا اهو. وشكلها يعني يخلي الطفل يلفت انتباه الطفل كده ان هو يحل المسائل دي عشان في الاخر يحصل على الشهادة التقدير. ودي مجموعة من الستيكرز جميلة جدا على حسب كل بيج، اهي بيج 43، بيج 36، بيج 20 اهو. دي ستيكرز جميلة جدا، اهي كل بيج بيستخدم ستيكر الطفل فيها عشان خاطر يخلص الاكسرسايز اللي مطلوب منه. ستيكرات جميلة جدا واشكالها مبهجة. ده كان اول حاجة الماس. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض الكونكت. الكونكت هنا معاه الجايد اللي هو الخاص بالتيتشر اللي هو المدرس، يعني هنا تقدري ان انت تستخدمي ده اهو تيتشر جايد اللي هو ده اورجانيزر. دي بيكون فيها مجموعة من الفلاش كاردز اللي بنستخدمها في كل يونت على حسب الحروف وعلى حسب الكلمات الخاصة بكل يونت، فجميلة جدا نستخدمها كاردز مع الأطفال في القاعة. وعندي دي حاجة عاملة زي النوت بوك كده، كراسة بيكون فيها الحروف وبكل حرف عليه الاكتيفيتي الخاص بيه كمراجعة كده على الحروف بالشكل ده. وده الكتاب الاساسي الخاص بكونكت. تعالوا نشوفه مع بعض. طبعا ستيكرز جميلة اهي، وخاصة بكل بيج برضو زي ما هما كاتبين كده. هاي الستيكرز بيستخدمها الطفل في الدرس الخاص بكل يونت. دي بري رايتنج اللي هي الخطوط اللي الطفل بيستكملها قبل ما يبدأ يكتب، بحيث ان هو يمرن ايده الحروف from A to Z بالشكل ده. بعد كده هنا بنستكمل، احنا كنا اخدنا في الترم الاول تو سيمز محورين، خدنا محور الاول ومحور التاني، بيبدأ هنا من المحور التالت
كل ليسون، ذاكر كده كل ليسون الطفل هيعمل فيه ايه، الفوكابلري الخاص بكل ليسون. اهو زي ما انتوا شايفين الاكتيفيتي الجميله الخاصه بيها، وكمان السينج الاغنيه الخاصه بكل يونت. شايفين قد ايه الرسومات والاشكال مبهجه وجميله للطفل، يقدر ان هو يحل بكل سهوله. يبدا كده برضو اهو، ودي الستوري اللي موجوده في كل يونت، وجايبه هنا بشكل يعني مبهج شويه جميل، وعليها الاكتيفيتي الخاصه بيها. ويبدا على كده برضو في كل يونت السينج الخاصه بيها، الاغنيه والستوري، لان احنا عندنا اغاني واغنيه وستوري في كل يونت. فبصراحه يعني جميله ومنظمه في الاكتيفيتيز الخاصه بيها، فجميله جدا. عندي هنا كتاب الديسكفر، تعالوا نشوفه مع بعض. في برضو ستيكرز واشكال جميله، هي برضو هيستخدمها في الليسونز المختلفه. دي حاجة عاملة زي بازل كده، يبدأ ان هو يكونها لأشكال الانيمالز المختلفة. اهي دي اشكالها، ده كتاب الديسكفر. برضو احنا كنا اخدنا 2 سيمز في الترم الاول، هنكمل برضو هنا من سيم 3، لان احنا عندنا 4 سيمز على مدار السنة. فهنا سيم 3 هاو ذا وورلد وركس، كيف يعمل العالم، ده موجود في الكونكت والكونكت بلس برضو، يعني كله مرتبط ببعضه. هنا اون ارول اهو شابتر 1، فانتوا شايفين قد ايه اهو بالشكل ده، والطفل هيتعلم ايه ويحل ايه. في اكتيفيتيز كتير موجوده اهي، الطفل هيحلها ويستنتجها من خلال الديسكفر، لان احنا كنا قلنا قبل كده ان الديسكفر ده شامل ماده الماس وماده الساينس، فالطفل هنا بيعمل تجارب وحاجات جميله جدا في وده البروجكت الخاص بال شابتر 1 اهو، بيجيب لي البروجكت وايه ممكن المواد اللي استخدمها عشان اصنع البروجكت الخاص بشابتر 1. برضو في شابتر 2 نفس الكلام، في اخر كل شابتر بيبقى فيه مشروع الطفل لازم يعمله، فهو بيبقى جايبه مفسر، جاب مفسر، والطفل يبدأ ان هو يعمل زي البروجكت ده وايه اللي اتعلمه من خلال شابتر 1. اهو بروجكت تاني اهو بالشكل ده، ده في شابتر 2، يعني في اخر كل شابتر بنعمل بروجكت خاص بالايه بالشابتر اللي الطفل خد شهادة تقدير برضو في اخر كتاب الديسكفر. ومعاها هنا برضو ستيكرز مختلفة للبيج اهي 62، لكل بيج فيها ستيكر الطفل بيستخدمه جوه الليسون، ايه ستيكرز مختلفة عشان نقول الطفل جود او بيست او جود جوب، يعني بتشجع الطفل وبتحفزه اكتر ان هو يخلص البيج المطلوبة منه، وبعد كده بحط له واحدة من الستيكر اللي موجودين دول. ده كان بالنسبة لمادة الديسكفر. مادة الديسكفر مادة مهمة جدا، لان الطفل بيتعرف من خلالها على معلومات حلوة جدا. نيجي لاخر حاجة معانا الكونكت بلس. الكونكت بلس برضو معاها تيتشرز اورجنايزر، اللي هو زي جايد كده للمعلم، دليل بيعرف من خلاله الليسون ده مطلوب منه ايه. ومعايا هنا كمان فلاش كاردز للمعلم، يبدا ان هو يقص الفلاش كاردز دي خاصه بكل يونت، ويبدا يعرض الكلمات الخاصه بكل يونت على البورد من خلال الكروت دي، وكمان للحروف والكلمات اهو زي ما انتم شايفين. ودي برضو عاملة زي كراسة كده نوت بوك، فيها برضو الحروف كلها from A to Z بالشكل ده.
فيها اكتيفيتيز برضو، وفي هنا في الاخر ليتس بلاي، هيا بينا نلعب. برضو بعض الالعاب الطفل هيلعبها هنا من خلال الرسومات والاشكال اللي موجودة دي في كل يونت. وده كتاب كونكت بلس الاساسي، طبعا هنا ستيكرز مختلفة زي ما انتوا شايفين، برضو دي بتشجع الطفل على ان هو يخلص البيج المطلوبة منه. وهنا عندي اهو كونكت بلس، بادئ برضو بالحروف الاول بحيث ان الطفل يمرن ايده على الحروف وكتابتها كلها. وبعد كده بيبدأ هنا برضو من سيم 3 هاو ذا وورلد وركس، كيف يعمل العالم. وهنا هو عندنا الفوكابلري، وعندنا هنا بعض الاكتيفيتيز المطلوب من الطفل ان هو يعملها زي ما انتوا شايفين. عندي السينج هنا الاغنية والاكتيفيتيز المطلوبة في يونت 5. زي ما انتوا شايفين اهو اللانجويج الخاصة بيونت 5، اكتيفيتيز كتير موجودة على كل يونت. وهنا الستوري الخاصة بيونت 5، كل يونت في اغاني وفي ستوري قصة بيتعلم الطفل من خلالها. الفوكابلري الخاصة بكل يونت، فبصراحة رسوماتها وأشكالها وكلمات واضحة جدا بألوان مبهجة وحلوة للطفل. أنا عجبتني بصراحة كتب المعاصر دي، وبستخدمها في الشرح لأني باخد منها أكتيفتيز كتير بتفيدني وبتفيد الطفل إن هو يتعلم من خلالها. فشكرا مؤسسة المعاصر على الهدية الجميلة دي، بجد يعني نفعتني جدا وسهلت عليا شرح بعض المفردات والحاجات الكتير اللي ما كنتش بقدر ان انا افهمها. وفي النهاية احب اخد رأيكم برضو في الكتب دي، وهل حد اشتريها والطفل حل فيها؟ ايه رأيكم من ناحية الالوان، من ناحية الحروف، كلمات، الشكل اللي هي يعني ماشية بيه المنظم ده، هل فعلا منظم؟ هل فعلا افادكم، افاد اطفالكم؟ احب اعرف ارائكم برضو. وده كان فيديو، يا رب يكون فيديو كان خفيف عليكم واستفدتوا منه. كان معاكم ميس منى عبد الله معلمة رياض الاطفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.